عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله سوف نقوم بإنجاز التمرين 5 صفحة 119 من الكتاب المدرسي المحيط في الرياضيات. إذا قلنا A B C D مستطيل بحيث A B كبر من B C. قلنا A B C D مستطيل بحيث A B أكبر من B C. A B C D مستطيل هو مستطيل حيث AB أكبر من BC. قلنا M منتصف AB. M منتصف AB. قلنا أي نقطة من ED بحيث AE كتساوي 1 إلى 3 AD. نقسمو AE على AD كتساوي 1 إلى 3 AD. إذن AE هي هي غتكون تما. قلنا بين ان المثلثين AEM و DEC متشابهين. هذا المثلث اللي غتلاحظ غندير AEM هنا راه قائم يساوي خلاص طبيعي الحال لانه مستطيل مع DEC متشابهين هذه زاويه قائمه. يعني غير فاش كنلاحظ بان كاين عندي فاش يطلبوا مني مثلثا متشابها وكنشوف ان هناك زاويه متشابهه زاويه عفوا متقايصه كنمشي مباشره للاضلاع ديال هذاك سميتو يعني كنمشي لهاد الضلع ولهاد الضلع وكنمشي عاوتاني للاضلاع الاخرى اللي فيها الزاويه القائمه مثلا هذا الضلع وهذا الضلع. اذا حنا كما نشوفوا هنايا عندي زاويتان متقايصتان نبدا بهم هي الاولى. لدينا الزاوية ام ا اي كتساوي الزاوية اي دي سي اللي كيساوي 90 درجة بجوج لان يعني هذا مستطيل. مستطيل كيكون عنده الرؤوس ديالو كيكونوا زوايا قائمة في التقاطع ديال الرؤوس ديالو كيكون زاوية قائمة. ولدينا واحد معايا ولدينا غناخدو الضلع الصغير مقسوم على الضلع الصغير مثلا خديت اي غنقسمو على الضلع الصغير في المثلث الاخر اللي هو اي دي اي على اي دي والضلع الكبير على الضلع الكبير مثلا خديت ام في المثلث الصغير على دي دي سي. طبيعة الحال راني ما كنخرجش على الضلعين اللي كيحصروا لي الزاويه المتقايصه في المثلثين. عندي اي على اي دي اي كتساوي 1 على 3 ماذا ادي و اي دي اي دي كيساوي الثلثين ديال ادي حطو بلا كانت اي كتساوي نحطي قسمنا على 3 بقاتنا اي دي اي دي هي الثلثين باش تكمل لي ادي كامله لان 1 على 3 زائد 2 على 3 غتعطينا هي 3 على 3 اللي هي 1 اللي هي طول ديال ادي كامل يعني بحال قلتي هاد الجوج زائد هاد الوحيد هاد الواحد هذا زائد هاد الجوج كيعطينا ادي كامله. اذا ثلثين ديال ادي اللي غتعطينا 1 الى 2 الحساب تمشي ادي مع ادي غتبقى هي 1 الى 3 مضروبه في مقلوب الكسر 1 الى 3 مضروبه هي نديرها 1 الى 3 مضروبه في 3 على 2 تمشي 3 مع 3 تبقى لنا 1 على 2. نمشيو لام ام هو نصف ماذا نصف ابي والدي سي يساوي ابي ام ونصف ابي والدي سي تساوي ابي لان مستطيل الاضلاع المتقابله متقايصه كيمشي ابي مع ابي شنو كتبقى لك كتبقى لك 1 على 2 ومنه غادي نقولوا اي على اي دي كتساوي ماذا كتساوي ام على الدي سي. اذا فاش يكون عندي انا واحد معايا عندي الخاصيه كتقول فاش يكون عندي زاويه في مثلث تقيس زاويه في مثلث اخر والاضلاع اللي كتحصر ديك الزاويه تتشكل لي تناسب او اضلاع متناسبه فيما بينها دير هذا المثلث مع هذا المثلث تنقول راه المثلثان متشابهين. هذا الشيء كنلاحظوا هنا بين الاضلاع ديال المثلث دي اي سي
مع الاضلاع الضلعين هادو كيحصلوا الزاويه بطبيعه الحال، الزاويه دي اللي كتقيس الزاويه ا في المثلث الاخر، هنا الزاويه دي وهنا الزاويه ا. اذا الاضلاع اللي كيحصلوا الزاويه الفوق ا اي و ا ام متناسبه مع مع الاضلاع اللي كيحصلوا الزاويه دي القائمه كتساوي 90 درجه اي دي و دي سي، اذا كنقول بان المثلثان متشابهان. اذا نعطي هذه واحد وهذه جوج، كنقول ومئة واحد واثنان، راه عندنا هاد الخاصية هادي في سميتو في الدرس. نجد أن مثلثان مثلثان قانون مثلثان مثلثان أي إم و دي إي سي متشابهان. هذا هو التمرين ديالي، غير هو رد البال للقياسات فقط. هنايا بحال ا اي هي النصف ديال ا بي، و ا اي هي الثلث ديال ا دي، و اي دي هي الثلثين ديال ا دي. راه قسمتها على ثلاثة، هنايا هذا ا دي قسمها على ثلاثة باش ناخذوا الثلث، لأن عطاونا هما ا اي على ا دي كتساوي الثلث، يعني ا اي كتساوي واحد على ثلاثة ا دي. وهكا إن شاء الله نكونوا أنجزنا التمرين خمسة الصفحة 119 من كتاب دراسة واحد في الرياضيات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.